بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وحنكو سجرنا تحنيني أها يانك الدكتورانا داتك أنك الدكتوراني إنه وحاكمي دا حنلوغا متك حنتا داتك حنتا هي حنتا با ألو حويري ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قاركين قارك كلا يوسح من قفكين مجعلي هاي إنو هلبك ولا الكيس عنو سقوا دنتي مايا مجعل دين ومعنو فكرهتموه واد كهستين واد كهتين. ابن عباس مركو أيضا فسيره يوحي حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة سيد طبري أوري ألقفك مؤمنك أوحو كحرمي إنو قفك كلام مؤمنك أوحانتو وحكو حانتو سيد بختي قبا لو حرمي قتاد وحويري سيد طبري وري أيضنا كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبته وهو حي سيد أعضل بسنة إيسو هدي أد بختي أركي لهيد أو بارتي بحالة قلين سيد مدر الكوية لي سيد أعضل بسنة إيسو إن أتكعنتو بختي النوع عاصو كلا سيد أكلا وحد لبستا حنت قفك مسلم كأه بركة ونورية قيس بن أبي حازم باوح وريي إن عمرو بن العاص وصام مري بقل دمتي أو فورتي مركز ودول استاق مركز وحيري والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه اللان كود دارتي إن قفكين وبقشان ميت كأه دمتي بختي دي وحكعونه إلى علوش يسكب بحسنتو يا هو خير بدن إن قفك ولا الكيسة وحانتو مركا آيادة إيو أقواشا السلف كوبو حكو تسين آيان خطرت مارك تاي حانتا يدنبقى سنو آدوية رسول كنو حوير صلى الله عليه وسلم حديث كابو هريرة وريي أتدرون ما الغيبة وحن حانتا اللي يرادو وارتمتق عنان قالوا حيران الله ورسوله أعلم الله يا رسول أياه علم بدن قالوا حوير ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره إن قفك ورالك أكوش أكتو وحو دبسان آيو قيل وحالي إلى فرأيت بالكور إن كان في أخي ما أقول وح أن كشيغا يهدي وكسي فيسين وكتل ما من يهي وأي تاي وحكو جيرا بالكور رمباليري قال وحي الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وح أن كشيغتي هدو كتل ما من يهي كجيران واتحمتي حنت وبتاس وإن لم يكن فيه هدي أنا كجيرنا وح أن شيغيسو وبري كي هنا وأن كتل ما النين فقد بهته واد ماركتي هفتي وكبنا بورتي مسلم باوري حديث كان مرك حديث كان سبحانه عدي وحا حانت الليرا معنيه إن أي تاينا قفك ورالك أكوشيك توحو لبسانا عيو وحاسن وواح كجرة أو كتل مامية هداني كجرين دنبيق وكسي وين وبنا بورشو لكن علماء وحي الشيغان إن دنبيق مارتي حانتو وسي وين هادو هدي مارتي قفك الحمنا عيو ويهي قف مارتي حق قارك وسي له سيد والد كوكالة يمارتي نينكي قبي ناكتا اما ورالكا اما قفك قرابة داها اما مارت قفك درس كلاها قف قفك الحق سنجو كوين هيا غيبادي سنكوين تيليه سابتو حقي قفكاس قاركا ايا ضيع ضي سيدا درتد علماء الوحي ليهين ان علماء لحنتو علماء مارت امدون نصيحيسا ايه وحبرتا ايه توجيهيسا ايه دادك حق وشاكتا ودن بيادو سيوين ساونا تبتوع حق قاري أمد كليهين وإن لجعل هذا وإن لدعية وخير كاسي أمدو سمين آيان من قفك محمان آياهي وحو نفتي سأوبا بحيي عقابكي ألا أوه إنت أنا خيروا لقارين أدونك يا ماركتي ألا فضي حيا قولي سواكو دحجري حديث كابو برزل أسلم يوري رسول كوحير صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلساني واركوا إيمان كوذو أفك كريا يهيو ولم يدخل إيمان قلبه إيمان قرآن قلبه وذكار لا تغتاب المسلمين مسلمين تحمننا ولا تتبعوا عوراتهم عورات كوذنا هرعرعننا عورات كوذنا هرعرعننا فإنه من اتبع عوراتهم تتكم مسلمين تاه عورات كوذ قفك رعرع يتبع الله عورته ألا عورتي سرع ومن يتبع الله عورته قفك ألا عوري سرعنا يفضح وفضح حيال حديث أبو داود بوري شغل بان وحيرو حديث حسن وصحيح مرقوف قاس قف ايمان كيسو ليتو حديث كلا جابرو وريا جري
وعلى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول كان لجرني صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة فارتفعت ريح جيفة منتنة نيف بختي وآت مارت أقرمون يا مارت ريح سنسوك قارتي بوليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان لا وحير أتدرون ما هذه الريح أرتن الدريم إيسان مقرن إيسان محيطه هذه ريح الذين يغتابون المسلمين وأرتي دتكي حمناي دتك مؤمنين تاه إمام أحمد باوري هي بخاري في الأدب المفرد الشيخ الباني هو حسن بوير مركزات كلام فردية قفكاس وحمانا آية يقونا وحهم بي مارتك كذا قيب قاتين رسول كنو حبير صلى الله عليه وسلم كل المسلمي على المسلم حرام قفك مسلم كاي قفك المسلم كاي حرام بوكية وحبنا عن ماله دمه وماله وعرضه ديكي سي حوليه سي شرفتي سي انتبع ومبنا عنا ديكي سنهو بمبحن وهدين حوليه سنهدين أما أحدين عرضي سنة كان نبات قالوا هو حكى شيئين مركا يعني حانتي دادك الحمانة أي وحالة لا سمي قف واحد دي أما حواليه دعي ولا بدن بيه ووين يا لا سمي مركا وعذر آدوحن حانتا سوا وحا آدوحن ومارتي بربورية مجتمعاتك دادك نمارت علاد لحلقة وهي مسلم كسكن عايان أنا سمنا لك بوحويري رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحويري حديث أبو داود هو رييش غلبان وصيح ويري لما عرج به لي رسولك صلى الله عليه وسلم مركا انيغا عرك لاي قاداي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس وحن سو مري وي رسولك صلى الله عليه وسلم قال له عديو مارك سميسن يخمشون وجوههم ووجهود خغايا وصدورهم لابهود فقلت وحن من هؤلاء يا جبريل وركون محيا هاين جبريل قال وحير هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم كون واكو هيلب كدت كعنا وحن تو معناه irdigooday sharaftoodana maartay ee wax u dhima markay isaga markuu xanti wax xamanay irdigaas uu gaaray uu noqday sidii qof hilibka cunayo kale ayaa ciqaabkiisu wuxuu noqday inuu marka jirkiisi jarjaro iyo hilibkiisu oo cidiyahaas birta ka sameysan iyo maarta ka sameysan ugu macnaha isku jeexjeexo billahi tawfiq intaana ku kulmeyno fadhiga fadhigan xiga وحديثاتنا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين.